السلام عليكم. سد السيو أو اليسو في تركيا، هذا السد الذي بني على نهر دجلة، ونهر دجلة يعتبر من أهم الموارد المائية للعراق، وكذلك الطاقة الاستيعابية لهذا السد الذي تبلغ أكثر من 10 مليار متر مكعب من المياه. بناء هذا السد وأيضا مواسم الجفاف المتتابعة أدى إلى تراجع غير مسبوق في نهر دجلة، وكان له أثر سلبي على العراق. بناء هذه السدود الكبيرة أيضا على الأنهار التي تتجه نحو سوريا، وكأنها تهدف لتعطيش هذه الأمة العربية، ونفسه نفس ما حدث للسودان ومصر، بحيث قامت إثيوبيا ببناء سد النهضة أو يسمى بسد الألفية على نهر النيل، ما أدى من تقليل الحصص المائية للسودان وخاصة مصر، وهذا ما حدث لسوريا والعراق بسبب السدود التركية.